طيب يعني احنا شفنا اللقطة في تضم الفنان الراحل الكبير فاروق الفيشاوي والأستاذ اللي ربنا يديله الصحة الصديق العزيز سامح السريتي اللي معانا دلوقتي على الهواء أستاذ إبراهيم، نرحب بيه ويفكرنا بالموقف ده. أستاذ سامح مساء الخير. ربنا يبارك فيك يا أستاذ إبراهيم وأستاذ عدلي، وأنا سعيد بلقائكم النهارده وألف مبروك للجميع، ورحم الله العزيز الكبير الفنان العظيم فاروق. يعني مناسبة للترحم عليه ونشاطرك فعلا الأحزان في فقدان مصر الحقيقة قيمة فنية كبيرة. قيمة فنية وإنسانية وقيمة شجاعة وجريئة وقلب مفتوح وكتاب مفتوح، يعني اللي في قلبه على لسانه يعني لا يخشى في الحق لومة لائم، وأبدعنا أمتعنا في كثير من الأعمال الفنية، فالله يرحمه يعني ويحسن اللي احنا افتقدناه على المستوى الانساني زي ما افتقدناه على المستوى الفني. استاذ سامح، ذكرياتك مع هذه الرحله وهذه المباراه بقى، لانه جايه بمناسبه حتى لقاء القمه امبارح. يعني انا يعني الحقيقه انا كنت وانا بتفرج في لقاء القمه لم يفارقني فاروق لحظه، وبقيت اتذكر يعني لقاءاتنا مع بعض وفي الحديث عن النادي الاهلي بشكل عام وعن المباراه دي بشكل خاص. كانت رحله كنا مشتركين في رالي استكشف سوريا، وصدفت انه مباراه الاهلي والزمالك كان اثناء ما كنا هناك، فكنا حريصين جدا وقفنا كل شيء طبعا لمتابعه المباراه، وكانت فرحه كبيره جدا جدا لان الاهلي كان فيها حتى لعبا ونتيجه، كان شيء متميز ومريحنا كعدو يعني استعدنا وراه. انا اظن يا استاذ سامح ان في سوريا برضو الغالبيه العظمى تشجع النادي الاهلي. ده صحيح، بس زي تقريبا النسبه زي مصر يعني كتير جدا جدا كانوا بيشاهدوا المباراه، ولما نزلنا تحت في الريسبشن او في اللوبي تحت يعني قابلنا تهاني شديده وفرحه شديده للسوريين الاهلاويه. ما النادي الاهلي اصله نادي يعني زي ما هو نادي مصري هو نادي عربي. صحيح. مشجعينه في العالم العربي كله. صحيح. كيف رايت هذا الموسم وهذه الانتصارات الاخيره؟ والله يا شوف، الاهلي طول عمره علمنا كنا بنبقى خلاص حصلنا يعني فرق نقاط بيننا وبين اللي بعدينا، وتسال المدرب او المدير الفني او حتى رئيس النادي او اي حد يقول لك ما زالت الكوره في الملعب، ما زال الدوري في الملعب لاخر لحظه. الاهلي طول عمره بيلعب لاخر لحظه ويقول لك ما زال الدوري في الملعب، فطبعا فرحه فاحنا متعلمين منه ده. فرحتنا كانت كبيره جدا جدا لانه كان حصل العكس. الاهلي كان في فارق نقاط كبير بينه وبين اللي قبله، وفوجئنا بتصريحات انهم خلاص الاهلي بيتوقف الدوري، وان خلاص الدوري بره الاهلي، وانه هيروح للنادي المنافس. ده الاهلي بيبقى الدوري بكده قبلها بسبوعين ويقول لك ما زالت الدوري في الملعب والكره في الملعب. اذا النادي عودنا ان الدوري بينتهي مع اخر دقيقه في اخر مباراه. فعلشان كده كنا واثقين، مش نسمع اللي بيتقال، وطبعا كان في بعض التطاولات والتجاوزات والاشياء، عشان كده الفرحه كانت مضاعفه. كانت الفرحه مضاعفه ليه بقى؟ لان الاهلي مش مجرد انه حصل على الدوري، لان الاهلي ما حصل على الدوري يعني 41 مره او 40 مره قبلها، ولكن كان انتصار للقيمه اللي بيرسخها النادي الاهلي. النادي ما فيش يأس، ما عارف مشواره شكله ايه، عارف ان الكلمه اللي طول عمره بيقولها لنا ان الكره في ان الدوري ما زال في الملعب بيحققها وبيطبقها. بعد ما الكل قال لا الاهلي مش هياخد الدوري، وناس اترهنت وناس اعلنت وناس على مستوى المسؤوليه بقوا يقولوا كده، فطبعا عرفنا الفرق بين المسؤولين الكبار او المدرسه الكبيره المؤسسه، مؤسسه رياضه بتعلم وبتنشر قيم، وعلينا ان احنا نتعلم منها ان المنافسه ما هياش شوط واحد ولا مباراه واحده ولا دور واحد، ده المنافسه والدوري حتى ايش عشان الناس تستمتع. ما احسبش انا دوري اقول
خلاص الدوري اتحسم من نص من الدور الاول، لا ده مع اخر دقيقه والجمهور ورا انتصارات النادي الاهلي حتى في المباراه الاخيره، رغم ان الدوري حسم للنادي الاهلي وخلاص وكل الالسنه خلاص اتكتمت، الا انه النادي الاهلي مصر مع مشوار مرهق جدا متعب جدا انه يفوز في المباراه النهائيه. وانا اعتقد انه النادي الاهلي لو في المباراه النهائيه كان في حالته الصحيه كنا شفنا فارق اهداف كبير، لو كان في حالته السليمه اللي معودنا عليها كنا شفنا فارق اهداف كبير، لكن الاهلي انتصر بهدف لانه يستحق الفوز، يستحق الفوز على النادي المنافس ويستحق الحصول على الدوري اللي هي المسابقه الحقيقيه للكره في مصر. ألف مبروك يا أستاذ سامح، وعقبال بقى الكاس بقى وما تبقى من بطولات بإذن الله، وإن كان يعني الكل بقى هيزنقنا عايزين أفريقيا عايزين أفريقيا وإحنا منهم. إحنا يعني إن شاء الله إحنا حريصين النادي الأهلي زي ما بقول إن هو نادي عربي أفريقي، جمهور النادي الأهلي في أفريقيا وجمهور النادي الأهلي في العالم العربي. فالنادي الاهلي زي ما بيسعد جمهور مصر وبيسعد جمهور العالم العربي وبيسعد جمهور في افريقيا كمان وفي شمال افريقيا على وجه التحديد، لان في شمال افريقيا ايضا بنسبه المشجعين الاهلي كبيره جدا في المغرب وفي تونس وفي الجزائر وفي ليبيا في شمال افريقيا بشكل عام. فالنادي الاهلي كما عودنا ان شاء الله على هذا المستوى، النادي الاهلي زي ما هو نادي مصري ونادي عربي هو نادي افريقي لازم يجرنا وراه دايما على هذا المستوى، لان النادي الاهلي نموذج لترسيخ القيم الرياضيه والقيم النبيله ونبل الفرسان اللي لامين لسانهم اللي بيحترموا المنافس بيحترموا، طبعا ما بنقولش الخصم خالص طبعا، بيحترم المنافس بيحترم الكوره بشكل عام بيحترم المبادئ على طول عمره بيعلمنا في شيء اسمه النادي الاهلي، وهذا النادي مرتبط بقيم وهذه القيم هي قيم اخلاقيه وقيم رياضيه. فربنا يعني ينصرنا دايما بالنادي الاهلي ويريح بالنا دايما بالنادي الاهلي ويمتعنا ويسعدنا بالنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للاستاذ سامح السريطي الفنان الكبير، واحد من عشاق الاهلي من اسره الفن.